نتمنى استاذتنا التوفيق. شرف كبير باش المغرب حضى في هذه المرتبه هذه لاول مره في التاريخ ديال الفيدراليه الدوليه لطب الاسنان اللي انتخبت افريقي وبالاحرى مغربي على راس هذه الفيدراليه. اذا معلومه مفخره ولاني كذلك مسؤوليه لان خص الواحد يكون على قد المستوى ديال هذه الثقه هذه اللي وضعوا فيها معلومه اطباء الاسنان الجمعيه المغربيه لوقايه فم الاسنان وكذلك جميع الناس اللي معاهم كانوا مهنيين ديال طب الاسنان يا اما في على الصعيد الببليك ولا لو بريفي. اذا الورشات ولا الميادين اللي غنخدموا عليها هي ثلاث ميادين غادي ان شاء الله مع الفيدراليه غادي ندعموا الجمعيات اللي هما عضو ديال هاد الفيدراليه هما 200 جمعيه ديال 134 دوله وكذلك غادي نعملوا على ندافعوا على مدى اهميه اطباء الاسنان في المناطق المعوزه والمجتمع الهش لانه هادو هما اللي هادو هما المجتمعات اللي خصهم اطباء الاسنان وخصهم صحه الفم والاسنان اللي تكون في مستوى عالي. واخيرا معلومه تكون مستمر لاطباء الاسنان عبر العالم.